إيران عادت مرة أخرى لشحن أسلحتها وصواريخها عبر فصائلها المسلحة الموالية لها من الداخل العراقي إلى داخل السوري وباتجاه القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية وتحديدا قواعد التحالف الدولي. هذه كلها جاءت بتفاصيل مهمة للغاية في 24 ساعة الماضية من قبل وكالة عين الفرات بهذه الطريقة، والتي تحدثت بشكل واضح بأن كان هنالك رتلا قادما من الداخل العراقي من شاحنات أو سيارات للشحن، هي عبارة عن برادات من المفترض أن يتم فيها نقل الخضار وغيرها، دخلت من الداخل العراقي عبر المعبر الرئيسي الخاص بين العراق وسوريا، ألا وهو من القائم إلى البوكمال، وطبعا وصل هذا الرتل مباشرة إلى السويعية، وهذه تعتبر منطقة مهمة للغاية تأتي قبل البوكمال طبعا، ولكن هي جزء من البوكمال، ودخلت إلى المربع الأمني الموجود هناك وتوقف وقفت عند إحدى النقاط التابعة والخاصة والمقرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وأكدت هذه التفاصيل التي نشرتها هذه الوكالة بأن كانت هنالك حماية كبيرة لهذا الرتل الذي نتحدث عنه. وواحدة من مسائل الحماية التي ذكروها بأن كانت هنالك 4 سيارات بيك أب من نوع بيك أب، طبعا دفع رباعي مدججة بالسلاح تحمي هذا الرتل، الذين لم يضعوا عدد له، ولكن عادة من 3 إلى 4 شاحنات تدخل هذه الطريقة إلى هذه المنطقة، وهذه الحماية المشددة هو الذي جعل وكالة عين الفرات أن ترى بأن هذه صواريخ وأسلحة وذخيرة خاصة بالفصائل المسلحة قد دخلت إلى هذه المنطقة. وهي لم تتوقف هناك لفترة طويلة، فهي بمجرد ما توقفت لفترة بسيطة، وبعد ذلك ببساطة توجهت من البوكمال طبعا بعد دخولها من العراق مباشرة إلى مدينة الميادين، وبعد ذلك أيضا إلى دير الزور. وهذه المناطق طبعا هي مناطق تعتبر من نقاط السيطرة المهمة للفصائل المسلحة المقربة لإيران، وأيضا هي نقاط تعتبر مواجهة تماما لقواعد التحالف الدولية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية مثل قاعدة كونيكو وقاعدة حقل العمر النفطي. وبشكل مثير أننا نرى بأن المعبر الرسمي والمعبر الرئيسي هنا في البوكمال القائم البوكمال هو الذي استخدم في عملية هذا الشحن، ولم يستخدم مثلا المعبر الإيراني كما تم سابقا، وخاصة أن آخر مرة دخلت من المعبر الإيراني من الداخل العراقي إلى الداخل السوري مثل هذه الشاحنات كما شهدنا الشهر الماضي، بمجرد ما دخلت كانت طائرات غامضة إسرائيلية هاجمت هذه الشاحنات بقوة كبيرة للغاية، وأدت هذه الضربات طبعا إلى تدمير عدد من هذه الشاحنات وإيذاء الفصائل المسلحة المقربة لإيران في هذه المنطقة. وبعد ذلك اشتعلت المعارك بين الجهتين، بين الفصائل المسلحة وبين القوات الأمريكية. ضربات الفصائل المسلحة أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي، جرح جنود أمريكيين، قتل أيضا عدد من عناصر الفصائل المسلحة بضربات أمريكية، وبالتالي كان ظرفا عصيبا للغاية، وتوقفت الأمور بعد هذه الضربات، ولكن عاد هذا التحشيد الآن مرة أخرى في هذه التفاصيل القادمة والتي أكدتها طبعا وكالة عين الفرات. وكانت هنالك صورة حصرية نشرتها وكالة عين الفرات لهذه الشاحنات تحديدا التي دخلت من الأراضي العراقية إلى سوريا وتحديدا في البوكمال كما ذكروا. هذه هي الصورة الحصرية الخاصة بهم لهذه الشاحنات أو البرادات التي كانت تحمل السلاح والصواريخ وغيرها، والتي كانت طبعا محمية بشكل كبير وبشكل مثير بأن هذا الشحن الذي يأتي وهذا النقل لهذه الأسلحة تأتي بعد يوم واحد فقط من تصريحات قد صدرت من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء خطابه في يوم الجيش السنوي، وتحدث ببساطة عن عدد من الأمور. واحدة من أهم الأمور أنه طالب القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة في الشرق الأوسط بشكل عام وتحديدا وبشكل خاص القوات الأمريكية أن تخرج من الشرق الأوسط، وها نحن ب 24 ساعة تدخل هذه الأسلحة إلى هذه المنطقة إلى غرب نهر الفرات إلى الميادين وإلى دير الزور. بل في نفس اليوم وبشكل مثير أيضا ظهرت هذه الطائرة، طائرة شحن إيرانية فوق الأجواء السورية قادمة طبعا من العراق إلى سوريا بحسب الفلايت ريدار 24. وكما تلاحظ
يلاحظ بأنها تأتي إلى شمال دمشق، هذه هي دمشق وهذه هي طائرة الشحن وهذه هي حمص، وبالتالي هي إلى جنوب حمص وإلى شمال دمشق بهذا الشكل. وعادة مثل هذه الطائرات تأتي إلى دمشق إن كانت قادمة بهذا الشكل، وبعدها تنتقل إلى حمص أو إلى حلب في عملية شحن الأسلحة. وكانت هنالك أيضا صورة أوضح من الفلايت رايدر 24 لهذه الطائرة، إذا ما ابتعدنا لكي نتأكد من تسجيل هذه الطائرة هل هي فعلا طائرة إيرانية أم لا. ستلاحظ هنا عندما نقترب من التسجيل الخاص لهذه الطائرة ستلاحظ بأنك أمام التاريخ 19 من أبريل، بأن هذه الطائرة قد وصلت إلى هذه المنطقة. وحتى نوع الطائرة التي نتحدث عنها كما تلاحظ هنا ستلاحظ بأنها من نوع ياس إير كارغو التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمعتاد أن نراها عادة تحلق من إيران عبر الأجواء العراقية إلى الداخل السوري لكي تشحن هذه الأسلحة التي نتحدث عنها عادة في الداخل السوري. وهذا هو نوع الطائرات الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. وطبعا الإسرائيليون يراقبون كل شيء في نفس اليوم في 19 من أبريل، في نفس اللحظات التي تحلق فيه هذه الطائرة التي تحدثنا عنها، كانت طائرات النحشون شافيت والنحشون إيتام الإسرائيلية تراقب كل صغيرة وكبيرة. وكما تلاحظ أن عملية المراقبة تأتي على شكلين، هذا هو الشكل الأول وهذا هو الشكل الثاني الذي من خلاله ترى ما الذي يجري. لاحظ نقاط الرقابة، نقاط الرقابة تأتي متوازية مع هذه الطائرة عندما كانت إلى شمال دمشق. إذا ما ابتعدنا قليلا من الصورة لكي نرى طبيعة هذا التحرك والتخطيط الخاص بهذه الطائرة سنلاحظ بأننا أمام شكلين للرقابة. كان هذا الشكل واضح جدا بأنه كان يراقب دمشق وما بعد دمشق، واقتربت هذه الطائرة وطائرات النحشون شافيت أو النحشون إيتام من هذه المنطقة لتراقب بشكل خاص حمص وحماة، وبالتالي حمص حماة وحلب هي تحت الخطر وتحت المطرقة في الساعات القادمة. وقد لا نستغرب أن نرى ضربة إسرائيلية مباشرة إلى هذه المناطق بسبب هذه الطائرة التي قامت بشحن الأسلحة، إذا ما وجدوا أن الأسلحة دقيقة وخطيرة وتستحق عملية توجيه ضربة لها. هذا هو الحال الذي يأتي. ولكن لاحظ نحن أمام شحن جديد وإصرار إيراني في مسك هذه المنطقة التي نتحدث عنها وزيادة الضغط على إسرائيل بشكل أكبر. وطبعا الضليع في هذا الأمر بشكل مباشر هو الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الإيراني، يعمل بجد ويعمل بشكل كبير في هذه المسائل. وطبعا هنالك تحرك دولي كبير الآن يجري على الحرس الثوري الإيراني، فكانت هنالك رسالة قادمة من البرلمان البريطاني مباشرة أرسلت إلى ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني. وطبعا لو تلاحظ فإن تاريخ هذه الرسالة هنا ستلاحظه بأنه في 19 من أبريل. كل شيء حديث، كل شيء يتطور بسرعة في 24 ساعة الماضية. وهذه الرسالة كانت قادمة وموقعة من قبل 125 عضوا في البرلمان البريطاني، يطالبون ريشي سوناك بوضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، ليس فقط بسبب شحن الأسلحة والاشتباكات في سوريا، وأيضا ليس بسبب فقط الانتهاكات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني من وجهة نظر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه المتظاهرين السلميين الموجودين في الداخل الإيراني، أو حتى العمليات الاغتيال التي يقودوها في أوروبا وغيرها ضد ناشطين، ضد إسرائيليين، ضد أطراف غربية، أو يهددون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق انتقاما لقاسم سليماني. ليس فقط بسبب هذه الأمور، بل إن الأمر أصبح ملحا لأن الحرس الثوري الإيراني يد كبيرة ويعتبر اليد المسؤولة والأساسية في مسألة إرسال الطائرات المسيرة الإيرانية إلى الداخل الروسي لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني طبعا. وعلى الرغم من أنهم أرسلوا رسالة بحسب الجي 7 مجموعة الدول السبع لإيران كما تلاحظون في 18 من أبريل، طلبوا من إيران أن لا ترسل الطائرات المسيرة إلى روسيا وأن تتوقف عن هذه المسألة والتدخل في الحرب الأوكرانية، ولكن بيوم واحد فقط في 19 من أبريل كما تلاحظ كانت هنالك 12 طائرة مسيرة من طائرات الشاهد 136. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأن أوكرانيا والدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 10 طائرات من هذه الطائرات التي استهدفت مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود. وبعدها بيوم، أي اليوم، كان هنالك في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان هنالك أيضا هجوما ب11 طائرة من طائرات الشاهد 136. مرة أخرى تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 10 من هذه الطائرات، ولكن طائرة أصابت هدفها. وطبعا كانت الأهداف بحسب أجهزة الإنذار المبكرة الخاصة بالقوات الأوكرانية والدفاعات
الأوكرانية جاءت على هذه المدن الأوكرانية باللون الأحمر، وواحدة من هذه الطائرات قد سقطت في تشيرنهيف بهذا الاتجاه، ويبدو أنها كانت متوجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وكانت هذه هي اللقطات الخاصة بهذه الطائرة المسيرة من نوعية شاهد الإيرانية التي ترونها وهم يصورونها بهذا الشكل. أيضا كان هنالك استهدافا على ما يبدو من الطائرة التي حققت نتيجة أو صاروخ قد يكون استهدف فوغلادار، إحدى النقاط السكنية، كما تحدثت طبعا السلطات الأوكرانية. السلطات الروسية دائما تقول نحن لا نضرب المناطق السكنية، لا فائدة منها أبدا، ولكن أنت أمام دمار وأمام معركة ليست بالعادية أبدا. وطبعا هذا الأمر مفيد للغاية بالنسبة للقوات الروسية، الطائرات المسيرة والمساعدة الإيرانية والمساعدة إن كانت قادمة من أي نقطة هي مهمة للغاية لروسيا لكي تستخدمها للنجاح في مواجهة الاستثمارات البريطانية، الدعم الأمريكي، دعم حلف الناتو، وهنالك تقدم روسي مستمر، وبدأت عملية تقدم روسية مهمة للغاية في نقاط تأتي إلى شمال مدينة باخموت. هي مسألة يجب أن ننتبه إليها، كما تلاحظ هنا هذه مدينة باخموت، إذا ما ذهبنا إلى بيلوغوريفكا كان هنالك تطورا جديدا في هذه المنطقة، إذا ما اقتربنا من هذا الاتجاه من شمال بيلوغوريفكا كما تلاحظون، وهذا هو في 18 أبريل، ستلاحظ بأننا بمجرد ما نتقدم إلى 19 أبريل أنت أمام هذا التقدم الذي تراه أمامك، هنا 18 هنا 19، وهذه نقطة مهمة للغاية توضح بأن القوات الروسية بدأت تحقق تقدما طبعا في هذه المنطقة، وحتى معهد دراسات الحرب كان قد تحدث عن نقطة أخرى بدأت القوات الروسية تتقدم من خلالها إلى نقاط مهمة ورئيسية للغاية. وبالتالي ما الذي يعني هذا التقدم الذي نتحدث عنه الآن؟ بالنسبة للقوات الروسية ما تبحث عنه بشكل واضح من التقدم الذي ذكرناه لكم الآن، واضح بأنهم يحاولون السيطرة على هذه المنطقة التي هي تعتبر نقطة للغابات، عبارة عن منطقة غابات تسيطر عليها القوات الأوكرانية، تقدمت بها بحسب هذا اللون الأخضر القوات الأوكرانية، سابقا كانت القوات الروسية تسيطر عليها، ولكنهم الآن يبحثون عن التقدم لهذه النقطة لتضع ضغطا على هذه المناطق الثلاثة وتصل إلى نهر سيفريسكي دونتس الذي ترونه أو سيفريسكي دونيتس، وطبعا بالوصول إلى هذه المنطقة ستعطيهم سيطرة كبيرة على هذه المناطق بحكم أنهم يحتمون في هذه الغابات، وأيضا أنها ستعطيهم ضربة كبيرة لبيلوغوريفكا نوعا ما، يأتي ضغط من الخلف على هذه المنطقة التي تعاني نوعا عن ما القوات الشيشانية من إيجاد طريق للتقدم لهذه المنطقة، هنالك كر وفر في هذه المنطقة. وأيضا معهد دراسات الحرب كان قد ذكر بأن القوات الروسية أيضا ومن مصادر أوكرانية بأنهم بدأوا يتقدمون من هذا المحور الذي ترونه هنا مباشرة إلى مدينة ليمن، وطبعا التقدم إلى ليمن يعني الكثير في هذه المنطقة، فهذه المنطقة إذا ما حاولنا أن نأخذ نقطة أو تحديث للقمر الصناعي لصورة أوضح نوعا ما فقط لننتبه ما الذي يعنيها التقدم إلى مدينة ليمن التي نتحدث عنها، وهذه هي طبعا النقاط التي تحدثنا عنها. هنالك طريق مهم للغاية يمتد من مدينة سلوفيانسك كما تلاحظون إلى ليمن، وبعدها يمتد إلى مدينة سيفريسك، وأيضا هنالك طريق يمتد بهذا الشكل إلى باخموت، ولكن القوات الروسية مسيطرة عليه. هذا الطريق إذا ما تقدمت القوات الروسية من دون الحاجة لاقتحام ليمن فقط لمحاصرتها، فستمتلك سيطرة نارية على خط الإمداد الرئيسي الذي يأتي من سلوفيانسك إلى مباشرة إلى هذه المدينة سيفريسك التي تسيطر عليها طبعا القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه، هذا طبعا سيمهد الطريق لهم أيضا ليس فقط للسيطرة على ليمن بل الضغط على منطقة يامبل والذهاب مباشرة والتفكير في أخذ هذه المرتفعات أيضا. وبالتالي لاحظ بأن مدينة سيفريسك وكذلك مدينة بيلوغوريفكا بدأت تعاني بشكل كبير، الدفاعات الناجحة الأوكرانية في هذه المناطق ستضعف بهذا الشكل إن لم يكن هنالك دعما على مستوى الذخيرة أو الجنود أو الدبابات، وسيفتح بابا أن يدفع القوات الأوكرانية أن تفكر في الدفاع عن سيفريسك والانسحاب عنها إن ما تحقق هذا الهجوم في الشمال طبعا، ويفتح الباب للقوات الشيشانية والقوات الروسية أن تندفع إلى سيفريسك وتحاصرها بهذا الشكل، والقوات الشيشانية متخصصة في حرب الشوارع إنها تعلم تماما كيف تتعامل مع حرب الشوارع. وكذلك الأخطر من كل هذا الأمر أن التقدم إلى ليمن يفتح الباب للقوات الروسية للضغط على سلوفيانسك، وهذه تعتبر نقطة خطيرة للقوات الروسية أن تتقدم
تتقدم هنا، وبالتالي التقدم إلى اليمن سيعني الكثير بحسب معهد دراسات الحرب وبحسب الديب ستيت. نحن أمام هذه الخارطة الخطيرة التي بدأت تعمل عليها روسيا من أجل ضبط منطقة سيفرسك بأكملها طبعا، وتفتح هذا الخط للهجوم على هذه المنطقة الخطيرة للغاية. وأيضا بالنسبة لمدينة باخموت، نحن أمام أيضا تطور كبير قد جرى في الساعات الماضية. هذا التطور طبعا هنا كما تلاحظون في محطة القطار أو محطة السكك الحديدية الرئيسية، ستلاحظ بأنك قد تغيرت الأمور بهذا الشكل. اليوم تقدم لقوات فاغنر في هذه المنطقة، لاحظ كيف سيطرت على هذا الخط المهم، وجعلت الآن قوات فاغنر تسيطر على نسبة ما يقارب 88% من هذه المنطقة. لاحظ الاستفادة من كل شيء يجري في هذه المعركة. وطبعا القوات الأوكرانية هي لا تتفرج أبدا، هي تحاول أن تقاوم قدر الإمكان، وبدأت توجه الآن ضربات على هذه المنطقة، لأن القوات الروسية بدأت تفكر بالتقدم أيضا من هذا المحور مع التقدم من العمق مع التقدم من الشمال. هذه هي الفكرة الأساسية، الإطباق تماما على القوات الأوكرانية. وكانت هنالك ضربة كبيرة جاءت في هذه المنطقة في 24 ساعة الماضية، لنلقي نظرة على هذه المنطقة الآن على شاشة الكبيرة لنرى كيف كانت الضربة أو عدد من الضربات على ما يبدو قصفا أوكرانيا مباشرا إلى نقاط القوات الروسية أو قوات فاغنر التي تحاول من عملية التقدم في هذه المنطقة. الأجنحة سيطرت عليها القوات الروسية وبدأت تطوق وتتقدم، قوات فاغنر تتقدم من العمق، وستلاحظ أن هنالك قصفا، هذا قصف لتقدم لقوات فاغنر أو القوات الروسية بشكل عام. وإذا ما حاولنا أن نتأكد من هذه اللقطة التي رأيناها، هل هي فعلا بهذا المحور؟ هل هي فعلا في باخموت؟ دعونا نتجه مباشرة إلى الصورة لكي نحاول أن نقارن هذه النقطة التي تحدثنا عنها. بالتالي عندما تلقي نظرة على هذه اللقطة فأنت أمام شكل واضح لهذه المنطقة، بأنك أمام هذه المباني الكبيرة، هي تعتبر الجزء الأهم في معرفة هذا الموقع. وستلاحظ من التخطيط للمباني مع حقيقة أن أمام منطقة هذه المنطقة والمنازل المتقاربة التي ضربت، وأيضا هنا طريق وتأتي بعدها منازل، هي كافية لمعرفة أين تتواجد هذه المنطقة. بالتوجه للقمر الصناعي، هذه مدينة باخموت إلى جنوب غربها تقريبا في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، ستجد هذه المباني هنا إلى الشمال تقريبا، تقترب منها، هذه فعلا هي المباني. لنتجه إلى الشمال قليلا ونلقي نظرة مباشرة، وكأننا نحن من كنا نراقب عملية القصف والطائرة المسيرة، ستجد نفسك أنت أمام نفس العلامات تماما التي تحدثنا عنها. هنا كانت العلامة أو للحقوق الخاصة بهذا الفيديو التي كانت تغطي هذا المبنى طبعا، وبالتالي القصف هنا كل شيء متطابق لديك، وبالتالي القوات الأوكرانية تضرب مواقع تقدم قوات فاغنر في هذه المنطقة. وهذا بشكل عام يعني أن القوات الأوكرانية تستغل مسألة المرتفعات والنقاط التي تسيطر عليها في باخموت. هذه مسألة مهمة للغاية، فهي موجودة في هذه المرتفعات وموجودة في إيفان نيفيسكا تشكل خطا دفاعيا، وفي خورموف التي تتعرض الى ضغط طبعا، وبالتالي واضح جدا هنالك استغلال للمرتفعات التي يسيطرون عليها. ولكن شيئا فشيئا الامور تنتهي في باخموت، والقوات الاوكرانيه مضطره للانسحاب ان ما تحقق المزيد من التقدم تجاه خورموف، العصب الاساسي لهذه المنطقه. لا بد من التفكير بالانسحاب، والا ستكون الخسائر ثقيله للغايه بالنسبه للقوات الاوكرانيه. وبشكل عام المعارك تبدو بهذا الشكل، وكأنك في فيديو جيم، وكأنك تلعب كول اوف ديوتي في حقيقة الأمر عندما تلقي نظرة على طبيعة المعارك. هذا التصوير طبعا للجيش الأوكراني، يقاتلون بهذا الشكل، معركة كبيرة للغاية لن ينساها أحد أبدا، وفيها دروس كثيرة طبعا في هذه المعركة للعديد من الأطراف. لكن هنالك قلق كبير، ليس فقط من التقدم الروسي الذي نتحدث عنه، القلق الكبير هنا من استخدام بوتين للأسلحة النووية التكتيكية تحديدا، وليس الأسلحة النووية الاستراتيجية. فهنالك قلق من أن القوات الأوكرانية بهجومها القادم، بهجوم الصيف الذي من المفترض أن يكون التقدم بهذا الشكل فيه، سيؤدي إلى بوتين أن يفقد أعصابه وسيطرته، وسيقوم بضرب هذه المناطق ويضرب القوات الأوكرانية التي ستتقدم بالأسلحة النووية التكتيكية لتسيطر على نقطة المعركة أو نقطة التقدم للأوكرانيين. بحيث أن كانت هنالك مقطعا قادما من توك ماك من هذه المنطقة، وضحت بأن هنالك في منادات للمواطنين في الليل ليلة يوم أمس يطالبونهم بالانسحاب
من هذه المدينة بالنسبة للروس مما يسيطرون على هذه المنطقة. وظهرت فعلا هذا المقطع وجاء هذا المقطع الذي تداوله الأوكرانيين والروس بشكل مكثف لمواطنين مدنيين يغادرون هذه المدينة. يوضح بأن هذا الهجوم كبير وصعب والروس يستعدون لحرب مدن ولحرب شوارع خطيرة. وهنا المشكلة أن ويندي شيرمان على سبيل المثال وهي نائبة وزير الخارجية الأمريكي كانت قد وضحت بشكل واضح مؤخرا بأن علينا الحذر لأن علامات استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلاح النووي هي حاضرة. قام بتسليح بيلاروسيا بالأسلحة النووية التكتيكية وأعلن عن هذا الأمر بشكل واضح. وأيضا من الممكن أن يستخدمه إن كان هنالك تقدما أوكرانيا مما يجري طبعا في الداخل أو في الجنوب الأوكراني إن كان فعلا الهجوم بهذا الاتجاه. أيضا بأن كما تلاحظون هنا ستولتنبرغ وهو الأمين العام لحلف الناتو كان أساسا ينص ستولتنبرغ اليوم وصل إلى كييف في زيارة غير معلنة. والواضح أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم وفي توقيت مثير ألا وهو قبل البدء بالهجوم الأوكراني على القوات الروسية. الجميع ينتظر هذه اللحظات ولاحظ كيف أن الأمور تتطور وكيف أن كل مساعدة قادمة إن كانت من إيران من الصين أو غيرها ممكن أن تكون مفيدة للقوات الروسية وخاصة الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف يوما بعد يوم في الفترة الأخيرة المدن الأوكرانية.